على الصباح انما هلا محطتنا موجهه الى كل الاشخاص اللي بيشتغلوا بالنيابه. كارلا صباح الخير. صباح الخير غاده. الاشخاص اللي بيشتغلوا بالليل مش بس سيستم نومهم بيختلف انما كمان على ما يبدو هالشيء عم بياثر على اكلهم وهالشيء عم بياثر على صحتهم. بدنا نبلش. بدنا نبلش. صباح الخير اول شيء للمشاهدين. صباح النور. مثل كل الاشخاص يلي حتى اوقات بعالم تشتغل بخلال النهار كمان وفي عندها نظام غذائي كمان غلط، بدنا نلفت نظر الاشخاص اللي بيشتغلوا بالليل لانه ما بينتبهوا انه هن في عندهم مشكله بنظام اكلهم، بيفكروا انه بس في عندهم مشاكل بالنوم مثل ما قلتي او تعب او ستريس، ولكن لا، جسمنا فيه مثل ساعه انترنال كلوك بنقلها، مثل ما انت معوده انك مثلا تاكلي بوقت معين بتحسي حالك فجاه جعتي بوقت معين مع انك يمكن اكلي قبل، هيدا لانه جسمك معود بوقت نفسه انه ياكل. هيدا الشيء كثير صحيح انك تعودي جسمك على نظام غذائي معين. فلعند الاشخاص اللي بيشتغلوا بالليل كمان اليوم رح نعطي امثله عن شو الاكل اللي بدهم ياكلوها، وكمان عن كيف ينظموا الليل، مش رح نقول ينظموا نهارهم، ينظموا الليل بساعات الاكل المعينه اللي لازم ياخذوها. هلا شو المشكله لما هالاشخاص هيدي ما بتكون عم تمشي على نظام اكل مضبوط، بصير في عندهم اضطرابات. هالاضطرابات هي مثل يعني شو بنشوف؟ بنشوف او وزن او خسر وزن او اخذ وزن، واحدة من الاضطرابات. كمان بيكون في عندهم اضطرابات بال او بيكون يصير معهم اكتئاب او بيصير معهم اسهال. فكرت بدي تقولي لي اكتئاب. اكتئاب هذا خاصه بالنوم وبالستريس. بالنسبه للاكل كمان بيصير اوقات بيعانوا من حرقه او من عسر هضم لانه بيكونوا عم ياكلوا باوقات كثير متاخره او بيكونوا عم ياكلوا اكل غلط. هلا كمان رح نحكي عن المأكولات اللي بتسبب لهم حرقه او عسر هضم. كمان بيعانوا اوقات من ضغط دم مرتفع بيعلى ضغطهم، واكيد بيصير في عندهم اضطرابات النوم مثل ما قلنا. ولكن رح نركز اليوم على المشاكل اللي بتسبب لنا اكتئاب، بتسبب لنا اسهال، بتسبب لنا عسر هضم واكل، كيف لازم ياكلوا وشو لازم ياكلوا. نحن عم نحكي عن اشخاص لهم فتره يعني زمان بيشتغلوا دائما بالليل، هيدا نمط عيشتهم، هيدا نمط شغلهم. مزبوط. مش عم نحكي عن شخص اشتغل اسبوع او اسبوعين او ثلاثه بالليل وكان عنده شيء بروجي الى اخره. اكيد عم نحكي من شهرين يمكن وطلوع حتى عن جد نقول انه هالجسم تغير عليه كثير من 100%. نحن اليوم عم نحكي عن هدول الاشخاص، يعني رح نعطي اكزامبلز مثلا بالمستشفيات، النيرسز يلي عندهم شفت بالليل كل الوقت، مثلا يلي عندهم يعني دوامهم هو بس بالليل، يعني رح نقول هلا مثلا الاشخاص يلي بيقوموا من الساعه ببلش دوامهم من الساعه 6 بعد الظهر للصبح ليرجعوا على البيت، هدول هن الاشخاص اللي اليوم عم نحكي عنهم. حتى نحن بنطلب منهم من النصائح اللي بنطلبها منهم انه ما يغيروا هالعاده حتى بايام العطله تبعهم، يعني في حال عودوا جسمهم ياكلوا بوقت معين باوقات الليل حتى بالعطله تبعهم ما يغيروا هالنمط لانه بيرجعوا بيعملوا اضطراب لجسمهم اذا رجعوا غيروا هالاوقات هيدي. شو هي اسباب هالاضطرابات؟ يعني شو بيعملوا اكثر شيء هالاشخاص؟ بتعرفي انه اكثر شيء بيلتجئوا للكافيين، كثير بيكونوا عم ياخذوا كافيين باعتبار انه هن بدهم يضلوا واعيين، بدهم يكملوا الليل، ولكن لا، ما هن بس اللي تغير عندهم هو عم بيناموا ولكن خلال النهار. ف يعني بس هل بيناموا ساعات كفايه بالنهار؟ هلا يعني ساعات هي كافيه، اكيد بتسمعي كثير انه نوم الليل كثير غير وهيدا، فرح نطلبوا منهم وقتها بدهم يناموا خلال النهار يسكروا كل شيء، يعملوا كل شيء اسود مثل كانه الليل، لانه هي الضوء هو اللي بياثر على الهرمونات اللي بالجسم، منشان هيك بنطلب منهم انهم يطفوا كل شيء لا اضويه ولا يسكروا كل المونوبلوك يعني بالبيت لحتى يقدروا يناموا ويحسوا كانه جسمهم كانه هو بالليل. كمان غير افراط بشرب الكافيين في عندنا كمان تناول الوجبات اللي فيها كثير دهون، اللي فيها كثير زيوت اكيد مثل المقالي وغيرها، وكمان الوجبات اللي فيها كثير يعني عم نحكي عن الوجبات الصغيره يعني مثل السناكس، كثير بتلاقيهم عم ياكلوا اشياء فيها دهن كثير وسكر كثير، كمان بيكونوا عم يشربوا كثير في درينكس فيهم كثير سكر كمان، اكيد عدم تناول الطعام خلال النهار هيدا كمان بياثر على بخلي يصير في عندهم هالاضطرابات هيدي اللي حكينا عنها قبل، وكمان الاكل كثير بالليل وبوقت
وقت متاخر وبعدم الحركه، لما كمان بيكون ما عندهم وقت انهم يتحركوا لانه عندهم شفت بالليل وتاني نهار بدهم يناموا لانهم تعبانين، يعني هن ما عم يعملوا حركه ما عم يعملوا سبار، كمان هذا الشيء بياثر لانه بتعرفي انه السبار هو كثير مهم لحتى تسهل الهضم لكثير اشياء ثانيه. هلا رح نعطي مثل صغير كيف بيقدر الشخص اللي بيشتغل بالليل يقسم نهاره. اول شيء على وجبه الفطور بيقدر ياخذها عاده مثل الاشخاص العاديين بالنهار الصبح، يعني وقت يخلص دوام الليل بيتروق الصبح، يعني اذا في الترويقه بتقدر تروح من الساعه 5 الصبح للساعه 9 الصبح، من ال 5 لل 9 اي ام الصبح بيتروق اشياء فيها اكيد انه تكون صحيه، كورن فليكس فيها بيض، فيهم ياخذوا ساندويتش صحي لبنه جبنه حيالا نوع، ترويقه تكون خفيفه. على الغداء بيقدروا ياخذوا الغداء بيقدر يتروح بين الساعة 4 بعد الظهر للساعة 7، لأنه هون في عندهم وقت هن ناموا فيه، يعني من بعد ما تروقوا وأخذوا هاي الترويقة اللي هي خفيفة وصحية، ناموا للساعة وقت اللي بيوعوا 4، من الأربعة لسبعة بتقدر تمتد غداهم الغداء، يعني هي بدنا نقول المين دش، يعني هي الوجبة الرئيسية تبعيتهم، يلي بتقدر تكون يلي لازم تحتوي على هالفود جروبس هيدول أو الوجبة يلي هن البروتين بروتين الخضار الخضار والكاربز اللي هن النشويات. كمان انا اكيد نقدر نزيد عليهم الفواكه لحتى نكون، لانه اذا اخذوا بهالوقت هالوجبه المهمه يلي عن جد انه تكون موجود فيها كل شيء رح يتفادوا شوي هيدي اللقمشه تبع بالليل. هلا هي على الزهق كمان، هي مش على الزهق بس على الوقت الطويل وانه صح. نحن بتعرفي غدا انه ما عندنا مشكل يكون في سناكس او وجبات خفيفه، بس كمان نكون الوجبات تكون شوي صحيه، يعني ما نلتجئ هلا رح نقول نبتعد كثير عن مثلا الفندنج ماشينز، لانه كمان دوام الليل كثير يلا شو اسرع شيء في فندنج ماشين، واللي هي بتحتوي كثير على اشياء كثير منا صحيه، فان شاء الله يكونوا عم يحطوا فيها قصص هلا تحية اكثر في بس مش بلبنان بس بعد ايه مزبوط. فبنبتعد عن الاشياء، ومن اهم القصص انه ناخذ نحن معنا اكلنا من البيت، يعني نحضر شيء سريع وناخذه معنا على الشغل لحتى نتناوله هنيك. العشاء بيقدر يكون بالليل اكيد بالشغل من الساعه 10 للساعه 12، يعني كمان كله بيختلف على حسب دوام الشخص من اي ساعه بلش. فقلنا اذا قلنا الوجبه الرئيسيه هي قبل ما يفل من البيت بين الاربعه والسبعه، والعشاء رح يكون بين الساعة 10 والساعة 12 بالليل، وكمان بده يكون وجبة خفيفة، ساندويتش فيها تكون حبش، فيها تكون جبنة، فيها تكون توست، فيه يكون كمان بروتين مثل سمك ودجاج وغيرها، ولكن ما يكونوا مقليين، ما يكون فيهم كتير حر وإلى آخره، كرمال ما يكون الثقيل العشاء. السناكس مثل ما أنت قلتي كمان فيهم يكونوا، فيها يكون عندنا تو سناكس، من الساعة فيها يكون ناخذ واحد على الساعة 2 بالليل، 2 الصبح صار، والساعة 4 إذا كانت ترويقتنا على الساعة 5 أو 6 أو 7 فيه يكون كمان سناك واحد إذا الشخص ما حس بهذا الجوع أو ما حس بهذا الزهق، وبتعرف نحن بنفضل إذا على الزهق تعمل شيء ثاني مش تكون كمان عم ناخذ هلا سناك. إذا بيقدروا ياخذوا مثلا نوم شي ساعة ساعتين بهالليل ما بعرف إذا عندهم شوية يعني راحة، إذا كمان حدا عنده وقت حراسة أو يعني هذا الشخص صعب. مثلا ما صعب ياخذ ناب يعني صحيح. رح نشوف شو الاكل شويه نصايح شو الاكل اللي لازم نتفاداه. مثل ما قلنا قبل شوي كل شيء فيه كثير سكر، كل شيء فيه كثير دهون، وكل شيء فيه كثير حر كمان، لانه هدول بيخلونا نعاني من الاضطرابات اللي حكينا عنها من عسر الهضم ومن الحرقه خاصه. مثل كمان بعض الاكلات اللي نحن هن صحيين ولكن كمان ما نحاول ما ناخذهم بالليل مثل البصل مثل الملفوف. كمان كل شيء حر. كمان كل قلنا البيفرجز يعني الدرينكس اللي فيهم كل انواع السكر. مثل ما حكينا قبل الكافيين نبتعد عنه، مشروبات الطاقه لانه كثير عنا هيدي بالاجمال بلاها، يعني بالحياه كلها بلاها لانه كمان وشو الاحسن ناخذهم، نشرب مثلا مي، عصير طازه، لبن مثل ما قلنا. مثل ما حكينا نبتعد عن فندنج ماشينز لانه فيهم كثير اطعمه مش صحيه.
شو فينا ناخذ معنا على الشغل؟ فينا ناخذ معنا خضار، فواكه مثل ما حكينا، فواكه مجففه، فواكه عاديه، بوشار، فينا مثل كل السناكس الصحيين يلي بننصح انه نتناولهم. كمان نكون عم ناخذ نعمل رياضه مثل ما قلنا قبل، كمان هذا الشيء بيساعد نخلق ولو حتى 5 دقائق 10 دقائق بدوام عملنا نقدر نعمل فيها شيء اذا عندنا وقت لحالنا. مشي حيالله مشي حبلي حيالله شيء كثير صغير ما بياخذ كثير من الوقت. كمان ناخذ وقت نحن وعم ناكل، يعني ما ناكل يلا انا لازم اخلص، لا اذا ماني قادر اكل هلا فضل انه يكون عندي وقت معين. مثلا بعرف انه انا بهذا التوقيت في عندي مجال نص ساعه بقدر بفضل اخذه لحتى اكل واخذ وقتي. كمان اذا في حال بدنا ناخذ كافيين ما نتعدى ال 400 ملي جرام، يعني مثلا اللي بيعادله تقريبا 4 فناجين قهوه. نعرف انه كثير يعني ايه بس خلال النهار كله، يعني غدا نحن بنكون نصير 24 ايه اوكي مزبوط. اجمالا هدول هن اللي النصائح اللي لازم الواحد يتبعها، مثل النصائح اللي بيتبعها خلال النهار نتبعها كمان خلال الليل. بنلتجئ على طول للمأكولات الصحيه، ما ناخذ المأكولات العاطله مثل ما حكينا عنها. واكيد نلتجئ للنوم، ومثل ما قلنا النوم بده يكون بساعات كافيه ولحتى ناخذ لحتى نشبع من هيدا النوم مثل ما قلتي لازم نعتم الاوضه وما نحاول انه ما يشوشوا علينا، نطلب انه يكون في هدوء. بعتقد هول الاشخاص دائما لازم يعني عم نعيش بالعتمه ثلاث ارباع الوقت بالنهار لحتى يناموا وبالليل لحتى يقدروا صح. يشتغلوا ما عم بيشوفوا ضوء ما عم بيشوفوا شمس بشكل كافي، هول اشخاص عرضه لانه يصير عندهم نقص بفيتامين دي والى اخره. هلا هدول الاشخاص اكيد لازم يكون في عندهم اوقات معينه يعني بدهم يشوفوا فيها، يعني بالوقت الصبح مثلا قبل ما يناموا قبل ما يروحوا يناموا، كله بيفرق على حسب التوقيت يلي هن عندهم اياه بالعمل. اذا كان مثلا الساعه 6 بعد الظهر اذا هن وعيوا الساعه 4 يجربوا يستفيدوا من هذا الوقت لحتى يعملوا اكتيفيتي مثلا، وبنفس الوقت يكونوا عم بيشوفوا الشمس يكونوا عم بيشوفوا الضوء. معك حق غدا، كثير مهم انه ما نضلنا كل الوقت بعتمه، يعني هذا الشيء غلط. وخاصه انه وحده من النصائح يلي لازم نتبعها هي انه بخلال ايام العطله ما يخربطوا هالنظام. فيهم يخربطوا نظام النوم تبعهم بس على القليل ما يخربطوا نظام التغذيه تبعهم الاكل تبعهم، كرمال ما يرجع يعانوا من اضطرابات بعدين. يعني اذا كان حدا اخذ اسبوع فاكونس مثلا او اذا كان اخذ حتى يومين، اذا في حال غير بالنظام تبعه مش مشكله. ولكن بيقدروا بهذا النهار الفرصه يروحوا يعملوا اكتيفيتي برا ويشوفوا ضروري الشمس اكيد ضروري يشوفوا الضوء الشمس، لانه موضوع الضوء كثير اساسي كتير للانسان لحتى يقدر يضل صح. واقف على اجره. ميرسي لك كارلا، ينعاد عليك. ميرسي، ينعاد على الجميع. رح توقف مشاهدينا مع بريك صغير ومنرجع منتابع.